شكرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. نظن المباراة كانت عموما في مستوى جيد، كانت هناك تنافسية كبيرة جدا من جانب الفريقين. هذا بالنسبة لي شخصيا كان منتظرا، وكنت قد حضرت جميع لاعبي فريقي لصعوبة هذه المباراة، نظرا للمستوى التصاعدي الإيجابي اللي كان عليه نادي اتحاد طنجة في الأسابيع الأخيرة مقارنة مع بداية الموسم. فشفنا هذه في المباراة. المباراة كانت هناك توقيت إيجابي لكل الفريقين، استغلناه احنا، ثم مع الأسف أضعنا عدة فرص. نظن كنا نقدر نقتل المباراة. فريق طنجة ما قصر صراحة، كان وقت مزيان، عنده لاعبين مزيانين، كان خطير جدا في الكرات المضادة، تمكن من الرجوع في نتيجة المباراة بعد يعني ما سجلنا الهدف. لكن أخذ شخصية فريقي وحسن التعامل اللاعبين، خصوصا اللي عندهم خبرة مستانسين بالبطولة مثل حرمات العربي و يعني لاعبين اخرين، رجعوا الفريق الى الانتصار في اخر المباراه. واظن يعني كنا نستحق المباراه رغم الوجه الممتاز اللي قدمه اتحاد طنجه. كثرة الاسئله. كوتش محمد رضا، غدك تكون شاف اتل سبوك، ربما سيناريو الموسم المصارم يتكرر مره اخرى. اتحاد طنجه والجيش الملكي الفريق العسكري ينتظر حتى الثواني الاخيره ليسجل هدف الفوز عن طريق ضربه جزاء في سيناريو مشابه للموسم الكروي المصارم. الا تعتقد ان الثلث الاخير من البطوله الاحترافيه سيشكل عائقا كبيرا بالنسبه لفريق الجيش الملكي، لان اليوم انتظر الفريق العسكري حتى الثواني الاخيره ليحسم اللقاء لصالحه؟ تعد او تريد المباراه تنتظركم، انتم الان تسارعون من اجل الحفاظ على لقب اللقب ديال الموسم المصرف. واش تشوف ان العامل البدني قد يكون عامل اساسي لحسم اللقب ام ضيعوا هذا الموسم؟ شكرا. اظن حتى في مباراه الذهاب انتصرنا بصعوبه 1-0 ضد اتحاد طنجه في مباراه الذهاب. انا كنت قلت عند نهايه الشق الاول من الموسم، اتذكر بعد مباراه الفتح الرباطي والجيش الملكي، ان الفتره الثانيه سوف تكون صعبه جدا، والدوري سوف يلعب الى اخر رمق. يعني موش كلام في الفارغ، يعني استباق لما سوف يحدث يعني في هذه الفترات. قلنا كل الفرق سوف تدافع بكل ما امكنت يعني عن حظوظها، والدور الثاني سوف يكون صعيب جدا للتتويج وحتى الى النزول. هذا اللي نشاهده فيه، والامور سوف تتعقد اكثر في قادم الجولات. نحن منتظرين، صحيح احنا بدنيا عندنا يعني معد بدني في اعلى مستوى السيد حسن. الشيء الوحيد اللي انا متخوف منه هو الاصابات، وشفتوا اصابه لاعب آية ترخان اثرت اثر تاثير كبير جدا حتى على النهج التكتيكي اللي متعود انا ناخذه، لانه خصوصياته تختلف على خصوصيات اللاعبين الاخرين. لكن أفضل ذلك على سهولة التتويج كفريقي أنا، ولا الذي يستحق التتويج يعني باستحقاق وعرق وتضحية كبيرة، وهذه هي كرة القدم التي نريدها. أظن أعتبر نفسي لقيت الحلول بالنسبة للنتائج، لأني خرجت ضد فرق ممتازين اللي هو يعني فريق كوارجا وفريق اتحاد طنجة، في آخر المطاف خارج بستة نقاط ضد فرق مميزين. ربما مزيد مش ليس لم ألقى الحلول، هي الفترة بين إصابة آية ترخان ومباراة اليوم فترة قصيرة جدا. ونزيد فما هناك عنصر لم تنتبه إليه أستاذ، هو عنصر عن لاعب جديد هو في الفريق اللي هو تومي سونغ. تومي سونغ لابد باش يفهم لعب أصدقائه، وأصدقائه تفهم لعبه، باش تكون الانسيابية في التحضير الهجومي وإنهاء الهجمة والأشياء. تتطلب أيضا وقت، ليس فقط غياب آية ترخان، يعني
لكن عادي جدا، نحمد ربي يعني اللي تبدأ هناك ربما نزول قليل في المستوى، لكن النتيجة متواجدة، وهذه شخصية البطل، وإن شاء الله يعني نكون بطل هذا الموسم، ولو ما زالت المعركة يعني صعبة صعبة جدا. آخر سؤال. أستاذ اسمح لي أن أتوجه بالشكر، لأن أنا استمتعت وأنا في بنك الاحتياط بهذا التجاوب الجماهيري بين جمهور اتحاد طنجة وجمهور العسكري، كانت أجواء ممتعة جدا صراحة، وهذا اللي نحضوه في ملعب المملكة، فأرجو أن تكون مثل هذه المجاهد وهذا التجاوب والاحترام بين الجماهير الطنجوية والاتحاد والجماهير العسكرية تكون مثل في كل الملاعب المغربية إن شاء الله. آخر سؤال، سمعنا من موقع البطولة حكم انتصارا بشكل أسبوعي تقريبا بشق الأنفس، هذه يعني أيوة صعوبة، مش أول مباراة يعني بصعوبة ننتصر فيها عادي جدا، يعني أنا أقول وأكرر لما تنتصر بصعوبة فهي يعني دليل على شخصية الفريق، هذه مش أول مباراة في الثواني الأخيرة نرجع فيها، أتذكر مباراة حسنية أكادير، عندي شخصية فريق، عندي يلا نتكلموا بالدارجة المغرب، عندي ذراري ما شاء الله عليهم يعني شخصية وإرادة، كان صغار كان أولاد ما همش متعودين بالبطولات، حريمات العربي حمودان متعودين بالبطولات، في مثل هذه الظروف هم اللي يمسكوا ويقدروا الاولاد هذوكم بالنتيجه اللي تعرفوا. واخا شكرا كوتش، شكرا. يعطيك